ومن أجل تسليط الضوء على هذا الموضوع ينضم إلينا من الرباط عبر سكايب الدكتور عبد الرحيم منار سليمي، رئيس المركز الأطلسي للدراسات الاستراتيجية والتحليل الأمني. دكتور منار سليمي، أهلا ومرحبا بك. أهلا وسهلا بك، مرحبا لينا. وصلت دكتور ساعة الحسم، النيجر تترقب الرد بعد تجاهل قادة الانقلاب لتحذير المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا لإعادة الرئيس محمد بازوم إلى منصبه، كيف تقرؤون هذه التطورات؟ أولا هذا النقاش حول تدخل الإكواس، الإكواس هو مجموعة اقتصادية يمكن أن نقول جزء من تنظيم إقليمي، هنا سيكون أول إشكال. سبق الإكواس أن تدخلت في غامبيا، ولكن كانت بعد تفويض من مجلس الأمن. هذه المسألة اليومية تبدو غائبة، لماذا؟ لأنه هذا الجانب الأول، الجانب الأول مرتبط بقواعد القانون الدولي وتطبيقات نظام الأمن الجماعي. هناك مجلس أمن إذا أعطى تفويض، يبدو بأن هناك الدول هي تفكر خارج هذا التفويض، وهناك ضغط فرنسي، وهذا سيخلق بعض الإشكالات. الجانب الثاني وهو انتهت المهلة الآن، وكل التقارير تقول بأن خيارات الإكواس بدأت تقل، بل أن دراسات ومعاهد دولية تقول بأن غربية بالخصوص أن قادة الانقلاب لن يخضعوا للضغط، لن يخضعوا لهذا الضغط. الكل ينتظر ماذا سيحدث، ولكن هناك مشاكل بالنسبة للدول التي كانت تريد أن تتدخل. هناك مشكل نيجيريا الآن أن البرلمان لم يعطي، بمعنى أنه لم يصادق على ما طرحه رئيس الدولة. هناك مشكل أيضا يتعلق بالسنغال، ثم هناك مشكل الممرات، بمعنى إذا كان هناك تدخل من أين ستدخل هذه القوات. هذه العناصر كلها تبين في الواجهة بأن هناك فرنسا هي التي تضغط. لماذا؟ لأنها فقدت منطقة حيوية كبيرة بالنسبة إليها، وكانت تنظر أمامها كيف تتساقط هذه المناطق الكبيرة بالنسبة لها، مالي، بوركينا فاسو وغيرها. وهناك المعلومات تقول بأن وقع هناك صراع بين مدير المخابرات الخارجية ووزيرة الخارجية الفرنسية والرئيس الفرنسي. لماذا؟ لأنهم لم يفهموا ماذا يجري في هذه المناطق. ولكن الآن يبدو بأن مشكل آخر هو مطروح، وهو قضية ميليشيات الفاغنر. المعلومات تشير بأن طائرات نقلت الفاغنر في الساعات الأخيرة إلى النيجر، وقد تكون المفاوضات مع قادة الانقلاب حول هذه النقطة. لماذا؟ لأن التقارير الغربية بدأت تنتبه أن هناك قوس للفاغنر، وهناك من يضيف الزيارة التي قام بها قائد الحرس الثوري الإيراني الذي وصل انطلاقا من لبنان إلى ليبيا ودخل إلى النيجر. يقول أيضا أن هناك عملية ما، هناك نوع من التعاون ما بين الفاغنر وما بين الحرس الثوري داخل هذه المسألة في مواجهة قوات إفريقية. لحد الآن من هو المرشح للتدخل في هذه المواجهة؟ ولكن يبدو بأن المشكل سيكون حول الفاغنر بالأساس. لهذا أعتقد بأن الساعات المقبلة لن تبقى المفاوضات حول عودة الرئيس أو العودة إلى المسار الدستوري، بمقدر ستكون حول وجود الفاغنر. لا ننسى بأنه في النيجر هناك مصالح كثيرة لمجموعة من الدول، المصالح الفرنسية بالدرجة الأولى، هناك أيضا الصين حاضرة، وهناك الشركات النفط، بمعنى الصين تشتغل مع شركات نفط، وهناك أيضا أنبوب هو كانت تشتغل عليه الصين، أنبوب بنين إلى النيجر. هناك مصالح أيضا روسيا الأمريكية والمصالح الروسية ومصالح دول أخرى مثلا. نعم، هذه الدول دول الخليج. دكتور سليم، نعم. هذه الدول التي تراقب الوضع بحذر أيضا، كيف يمكن قراءة المواقف الأطراف الدولية التي ذكرتها، فرنسا، روسيا، الصين وأمريكا؟ الموقف الذي هو واضح اليوم، ومع التدخل بأي طريقة، وهناك من يصفه بأنه فيه الكثير من التهور وليس الدبلوماسية، هو الموقف الفرنسي. نعم. الولايات المتحدة الأمريكية حذرة، الولايات المتحدة الأمريكية حذرة، لأن الولايات المتحدة الأمريكية تنظر إلى النيجر، ولكن تنظر إلى شيئين، تنظر إلى أولا الصين، تواجد الصيني، وتنظر إلى روسيا. هناك دول أخرى، هناك إيران، معلومات تقول بأن إيران، هذه الزيارة المفاجئة التي كانت غير متوقعة لقائد الحرس الثوري تبين بأن إيران هناك شراكة مع النيجر بخصوص اليورانيوم. ثم هناك دول الجوار، مثلا دول الجوار تشاد مثلا، هل ستقبل أم لا؟
هناك البنين، هناك نيجيريا هي متحمسة بالدرجة الأولى، ولكن الآن هناك عائق دستوري قد يتم تجاوزه، ولكن قد يخلق أزمة سياسية. ولكن أخطر شيء وهو الإكواس تريد أن تتدخل. كانت هناك تجربة سابقة، ولكن التجربة السابقة كان هناك قرار لمجلس أمن، لا ننسى بأن الأمر يتعلق بقواعد للقانون الدولي، بمعنى التدخل يجب أن يكون هناك إذن أو تفويض من مجلس الأمن. إذا لم يكن هناك تفويض، معنى إذا كان هناك تفويض ستكون معارضة روسيا الفيتو، ولكن إذا كان لن يكون هناك تفويض، وإذا دخل هناك تدخل بدون تفويض، معنى ستكون هناك حرب في هذه المنطقة، وهذا صعب جدا. لا ننسى بأن المنطقة بدأت تظهر فيها إرهاصات أخرى لتنظيم إرهابي جديد استولى على مجموعة من الأسلحة التي كانت مقدمة من عسكريين من مالي إلى النيجر، استولى عليها. إذا المنطقة هي الآن في لحظة صعبة، إما أن يكون هناك نوع من التوازن ويكون هناك نوع من الممرات أو الحلول الدبلوماسية، قد لا يكون فيها الرئيس، بمعنى الرئيس الذي هو الآن محتجز داخل النيجر، قد تكون هناك تسويات أخرى، وإما سيكون هناك تدخل، وإذا حدث سنصبح أمام شريط من الفوضى. لا ننسى بأن كل منطقة هشة، هناك الحرب في السودان، هناك الساحل كله هش، هناك أيضا المشكل في ليبيا، تضاف إلى ذلك النيجر، لهذا هناك هذا الاهتمام الكبير. ولكن الصراع يبدو أنه مرتبط حتى بتطورات تجري في النظام الدولي. لماذا؟ لأن الكل الآن، كثير من الدول لم تعد تتحدث عن أوكرانيا روسيا، ولكن بدأت تتحدث عن مشكلة النيجر، بمعنى هناك تشتيت، وهذا كان متوقع من روسيا أن تشتت الأنظار عن الحرب الروسية الأوكرانية ويتم الانتقال نحو إفريقيا. الساعات القادمة هي ستحسم الموقف. دكتور عبد الرحيم نار سليم، رئيس المركز الأطلسي للدراسات الاستراتيجية والتحليل الأمني، شكرا جزيلا لك.